عضو الهيئة العامة في اتحاد الكرة جواد الجبوري، الاتحاد الجديد يجلس على نار هادئة ويدار من شخصين فقط. الاتحاد جالس على نار هادئة، يعني اكو فد شيء خلف الكواليس دا يحدث غير معلن وبشكل مبهم، ما تعرف شنو اللي راح يصير، لكن اكو امر راح يصير، تفاصيله شنو هي، شنو اللي راح يصير به لا اعلم. يعني اتوقع الحكومه او يعني تشكيل الحكومه وبقاء معالي الوزير درجال في مكانه او مغادرته، اظن اكو فد شيء يصير بالاتحاد. زوال السيد الوزير من وزاره الشباب والرياضه ممكن يهدد عرش اتحاد الكره؟ ممكن يعني ممكن كثير، يعني حتى الاتحاد يعني تقرب داخلهم انهم لا ما تشوف الاجتماعات منتظمة، تسأل أعضاء الاتحاد ما حد ينطيك قرار معين، ما يعني أكو الاتحاد عمله ما أعرف، يعني دا يدار من شخصيتين أو ثلاثة بالاتحاد والباقي يعني مجرد تكملة رقم.